كيف الجمع بين قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فكلاهما متوعد بالخلود في النار. إيه، لكن الخلود يتفاوت، خلود مؤبد أو خلود يراد به طول العذاب ولا يخلد ولا يؤبد في النار. نعم، فتخليد القاتل هذا غير مؤبد، ولهذا لم يقل أبدا خالدا فيها، ولم يقل أبدا. نعم. فضيلة